الثورة اللي ابتدت في سوريا ابتدت في فبراير 4، بس المظاهرة الكبيرة اللي تمت كانت يوم كان مارس 15. اوكي، الثورة دي ضد طبعا الرجيم بتاع بشار الأسد. الأسد الرجيم بقاله 40 سنة. اوكي، 40 سنة وهو طبعا ديكتاتور، عشان بابا كان في الحكم وبعد كده نزل الحكم لابنه. وده مثل يعني ماشي في الشرق كله، ان الواحد يقعد كذا يعني جيل ورا جيل او ذاكر ورا ذاكر، ومش بيدي فرصة ان الاجيال الجديدة تيجي. وطبعا ده ما يناسبش النظام اللي ماشي دلوقتي. كل واحد فاكر، او تقريبا ناس كتيرة فاكرة، ان في سوريا يعني كل حاجة تمام وهم من حقهم يعبروا عن رأيهم والكلام ده. No، actually معهم law اسمه emergency law، كان موجود من سنة 1962. ان اللا ده بيدي الحق ان الشرطة عندهم تقبض على اي حد بيعبر عن رأيه ضد الحكومة. يعني that's very unfair. هما برضو they have the right to speech. Okay, they have يعني they're asking، هما بيسألوا basic human rights، right for assembly and right for freedom of speech. طبعا ده المفروض يكون موجود في أي بلد، بس واضح جدا إن في الشرق بسبب النظام الديكتاتورشيب والسنسورشيب يعني بيحاولوا يمنعوا إن أي حد يعبر عن رأيه. ودي أصلا فلما حد بيجي يعبر عن رأيه بتكون مشكلة كبيرة، يا إما الحكومة بتهاجمهم يا إما حد تاني بيهاجمهم.